يعاني سائقو الشاحنات في محافظة ذي قار من خضوعهم لفحص السونار بشكل كبير ما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بالأمراض السرطانية بحسب مخاوف أعربوا عنها. سواق محافظة ذي قار نعاني ما نعاني إلا من هذا السونار سرطان مرض 100%. احنا ما طالبين غير حقنا، اريدهم يعبرونا يوميا طبي مره مرتين ثلاثه تاذينا من عده، عندنا جماعه توفوا بمرض السرطان بسبب السونار، عندنا جماعه امراض مزمنه. ويطالب سائقو الشاحنات الجهات المعنيه باعتماد البطاقه الشخصيه بديلا عن الخضوع لفحص السونار الذي يرون انه يهدد حياتهم اسوه بزملائهم من بقيه المحافظه. يعني متضررين، مشلوع قلوبنا وتعبانين. الريدة من الوزير من أي كان ما يقول أي واحد الريدة طببنا على الهوية، حالنا حالب الديوانية، حالب الحلة، حالب النجف، حالب العاصمة بغداد، أهل الصويرة، أهل اليوسفية. حتى ذاك اليوم أنا أبو بغريب يطب بالقلابة وأنا بالحاوية واقف أحكي أنا كافة عن قلابات الناصرية الحص والرمل. هذا جابوه لنا بلاء، الله يشهد عليه ورسوله، بلاء بلاء على مجتمع أهل السواق، على الفئة الفقيرة كلش، على الفئة الفقيرة بالسواق. احنا فئة فقيرة زين وجاي نشتغل بكدنة، لا راتب ولا طالبنا بشي ولا طالبنا بوظف ولا طالبنا بأي شيء، زين طالبنا بالقاء هذا السونار على أهل القلابات. أنا جاي أحمل منهم تل اللحم، الله يشهد عليه ورسوله، هسه هذا أبو تل اللحم إذا أطق بصوتي يسمعني، أحمل من عدة وأطلع يكضني بالسونار هناس الساعات. وفي وقت تتعالى فيه أصوات سائقي الشاحنات في ذي قار لحمايتهم من الأمراض السرطانية، تنفي دائرة صحة المحافظة وجود علاقة بين السونار والسرطان، مؤكدة وجود نظام حماية قوي من الأشعة في الشاحنات. لم يثبت علميا أن هناك أشعة الفحص الأشعة اللي موجود في السيارات ولا المستشفيات هي سبب رئيسي لإصابة بأي نوع من السرطان، لذلك كل الدعاء في هذا الموضوع هي حقيقة غير صحيح تماما، على اعتبار أن الأشعة أو الجهات هي أشعة حديثة أو الأجهزة حديثة وسيارات مؤثثة في سبيل حماية الناس. وبات الخضوع للسونار في ذي قار كابوسا يقض مضاجع سائقي الشاحنات الذين يعتقدون أن أضراره كبيرة، ما يتوجب على السلطات الحكومية متابعة نداءاتهم ومناشداتهم.